السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هذا ان شاء الله غادي نتكلموا على واحد الحالة غريبة اللي هي صادفتني في هذا الارنب هذا، انه حسيت به مابقاش كياكل مزيان، بحال لي شوية نقص في الماكلة ديالو. بقيت كنقلب فيه مزيان، يعني كل شيء فيه مزيان، ما فيه حتى شي حاجة، غير هو بدا كيضعف لي. هذا الارنب العمر ديالو شهرين ونص، يعني تقريبا شهرين وعشرين يوم بالضبط. سمو تفاجأت أنه مابقاش كياكل، ولكن رغم ذلك أنه مزيان، حتى حاجة ما فيه. ولكن ملي بقيت كنتحسس هكا في يعني في الجسم ديالو، ما لقيت فيه حتى شي حاجة. ولكن منين دورته هكا وشفت له هنا، بقيت كنقلب له في كرشو، ما فيه حتى شي حاجة. ولكن لاحظوا هنا اسمو عنده خارجه له واحد القوقة. انتم واش راه كتبان لكم انتم؟ ها هي قوقه كبيره بزاف هكا. انتم هي عباره عن قيح كيتجمع له هنايا. هذا القيح هذا السبب ديالو انه يعني كلا اكثر من الحد. ملي كياكل اكثر من الحد، انا حيت هذه مرحله ديال التسمين، انا عطيته لاطاك في الماكله. سموقة انه هو ما حدثلوش انتفاخات، يعني ما ماشي كرشو تنفخس، هي كرشو نورمال. ولكن حنايا هذه اللي هاد القوقه اللي كتخرج له هنايا، اغلبيه كتخرج هنا، كتخرج في شي مناطق باينه من الفوق، حنا كنعيقوا بها، غير كدوز هكا كتحس بها باللي كاينه، او الجسم ديالو باين ما فيه حتى شي حاجه. ولكن باش تجي هنايا ما في الحقيقه ما ظنيتش ان غتخرج له، يعني في جهه البطن، هذا البطن ديالو ها هي، وهي جات له هنا. انتم شو سموه هنايا، انا غادي نصوت عليها باش يبان لكم. راه شتي مسكين، غير كنقيسوا له فيها كضروا. المهم خرجت له واحد القوقه هي هنايا. هنا السبب ديالها راه هو كثرت الاكل في العود، ما كتخرج له انتفاخات، كتخرج له كقيح، كتخرج له هي، خرجت له هنا. دابا هنايا هاد التسميه ديال هاد القوقه اللي كتخرج له من بلد لبلد كتختلف. كاين اللي كيقولوا لها، حنا في البلد ديالنا هنا كيقولوا لها قوقه خرجت له قوقه. كاين اللي كيقولوا لها العره هي كتخرج بزاف حتى في الماشيه، يعني كاين اللي كتخرج له هنا في الماشيه، كتخرج له جهه هاد الجهه هنا. ولكن شحال من واحد، يعني المبتدئين كيمشي ما كيفهمش باللي هذاك راه ماشي شي مرضى كبيره ولا شي حاجه اللي صافي هذاك هاد الارنب خصنا نتخلصوا منه. لا، هذيك واحد القيح كيخرج في واحد الجهه كيتسمى عره، اسمو خصو نديرو له مضاد حيوي، اللي هو عباره عن بيليسينين. بيليسينين هي مضاد التهابات. اولا هي اي حاجه الجسم ما قدرش يستوعب واحد الحاجه دخلت عنده، اسمو كيدير كيخرجها عباره عن اما قيح، اما كيخرجها عبارة على انتفاخات حرارة في الجسم كالإنسان. المهم هاد العرة هادي المشكل ديالها أنها ماشي شي حاجة كبيرة، هادي راه إلا الأخطاء اللي كيديرو، يعني خطأ شائع، وهو أننا نشدو واحد آلة حادة ونمشيو لهاديك العرة ونحلو عليها ونبقاو نعصروها ونخرجو هداك الدم اللي فيها، حتى كنتفاجئوا باللي هذاك لاطراس ديال ديك الجرح ما بغاش يتحيد، يعني ديك الجرح صافي كيولي كبير ومسكين كيتالم بزاف. هي كاع الناس كلهم كيديروا القضيه، ملي كيشوفوها كيسحبوها حبه كيشدوها كيبقاو يعصروها هكا، كيخرج واحد منها واحد القيح ابيض. ملي كيخرج هذاك القيح الابيض، شحال من واحد كيقول باللي صافي راه تحيد هذاك القيح صافي. ملي كيدوز واحد الايام كيبقاو يحيدوه مره اخرى، هو داك القيح كيبقى يحيد ويرجع يحيد ويرجع، حتى هذاك يعني الحيوان في الحقيقه كتكرفس عليه. هنا يعني ماشي هذيك الافرازات كتخرج من الجسم، ومنين تخرج على برا حنا نحيدوها، يعني بحال اللي كتكرفس عليه كتجرحو، كتخلي ديك الاطراس ديال الجرح ديما مسكين هو كيتالم. اذا الحل هو ابره هكا بينيسيلين، هادي انتوما شحال فيها 2 سنتيم. تخيلوا هاد الابره انها كدير 2 دراهم،
جوج دراهم مسكين ما تخسروهاش على هاد هاد الارنب، جوج دراهم كدير. اذا اللون ديالها ما كتشوفوا ابيض هكا. انا كنت نتعامل مع واحد البيطاري الله يكثر خيره، عطاها لي مجانا، قال لي انت يا كليان ديالي انا خديتها مجانا. اللون ديالها كما شفتوها هكا ابيض. هانتوما غادي نحيد هذيك البلاستيكه، غادي نوريكم الطريقه باش كدقوها. هانتوما هي، ما تخليش فيها ديال شويه ديال النفس هكا. بالنسبه لشحال واحد غادي يقول لي فين غادي نضربها، كاين الناس اللي كيقولوا هنايا في المصاطه، هي هاد البينيسيلين ما كتضربش في المصاطه، كتضرب هنا في هاد الجهه هنا. راه عندي واحد الفيديو شارح كيفاش كتضرب هاد الليبره. اذا شنو كديروا؟ كتصوتوا واحد شويه هكا، غادي يبان لكم اللحم هنا هكا. ليبره الشده ديالها، انتم هذه جات مناسبه باش نوريكم كيفاش تدقوا ليبره. ماشي تدقوا ليبره هكا، ماشي غادي تدقوها هنا بطريقه عموديه او مائله، لا كتدقوها هكا، يعني كتدقوها لهم غير في الجلد، ما كتدقش في يعني في اللحم، لا كتدق غير في الجلد. كيفاش؟ ان غادي نهزو نصوتو هكا، ماشي في الظهر هنا ولكن هنا فوق الرقبه. غادي ديروا بحال هكا، شوفوا الجلد، هو كيبان الجلد الاحمر. غادي تدقوا ليبره هكا هكا، شوف كيفاش غادي تدقها. غادي تدقها مائله هكا هكا، تخشي تقريبا سنتيم سنتيم. ها هي راه دابا شوفوا درجه الميال اللي راني داير. غير ليبره ماشي تدقوها وتخليوها تخرج عاوتاني باش هذاك يعني المحلول يضيع، لا، انتما غادي تشدوه بحال هكا وكتبقاو تكيو بصبعكم هذا. الله شويه هكا، عين تشد على هذا الصبع. هانتوما كما كتشوفوا، هانتوما كتبقى تلاحظوا شحال المحلول غادي يخرج. هانتوما هانتوما منين توصل سنتيمتر صافي، هو دابا ما خرجش هذاك المحلول على برا، راه دق لداخل. هانتوما ما كاينش الاثار ديالو. كاين الناس اللي غادي يدقوا ليبره وغادي تخرج واحد الجهه، وغادي تولي ملي كيتيري داك المحلول كيخرج على برا. هانتوما ملي ديروا بحال هكا عرفوا بلي راكم العمليه صحيحه. هانتوما بسيطه ان شاء الله يبرا. هانتوما ها هي دابا راه دخلت، ها هي المحلول، ها هو مجموع هنايا في الجلد، واخا كيبقى هنا واحد الكريتيطه هذيك راه نورمال ماشي مشكل. اذا هاد الطريقه راني فايت جربتها مع واحد الخلفه اللي كانت عندي، وهاد بينيسيلين كنا متاكدين انها راها واخا رخيصه في الثمن، كتسوى درهم للسنتيمتر، يعني جوج سنتيمتر بجوج دراهم، كنا متاكدين ان راكم كتنقذوا الحياه ديال واحد الكائن، واحد المخلوق محبوب على عند الانسان. اذا هاد الدواء هذا اسمو كيدير كيداوي الذات من الداخل، يعني هاد البينيسيلين ماشي نجيب واحد المرهم واحد البوماده غادي نديروها له مسكين غادي يبرى. شوفوا دابا راه يعني ساكن، يعني راه في هاد الليله ما كلاش. انايا منين شفت الماكله كاينه عرفت بلي راه كاينه شي حاجه، منين قلبته هكا ما فيه والو، لكن منين قلبت من جهه ديال البطن ديالو لقيتها خارجه هذيك العره، كيقولوا لها العره، واحد قوقه كتكون خارجه بحال هكا وفيها بحال القيح، قيح ابيض. ما تحاولوش انكم تشدوها وتجرحوها وتخرجوا داكشي على برا، وانما ديروا بينيسيلين هكا وان شاء الله يكون الخير. اذا الحلقه ديالنا راه سالات، دعيوا مع هذا الارنب انه يبرى ويتعافى ان شاء الله. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا، قناه جميله غاديه بالدعم ديالكم. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، تكيو على زر جيم باش تساندونا باش القناه تزيد لقدام، وتكيو على زر جيم عفوا الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.